كلها واخده اجورها هيبقى خراب على المنتج يعني. بس فاتجهوا دلوقتي الحكايه دي ضيوف الشرف، يقول لك هيجي ضيف شرف، وفي ممثلين ما بياخدوش فلوس يعني، تقول له انا ضيف شرف يقول انا جاي لطلعت مش هياخد، او انا جاي لفلان مش هياخد، بس فبيعتمدوا عليه. فيلم حليم كان فيه مشاكل وكلها كانت شائعات يعني، كريم ابو زيد والحاجات اللي طلعت دي ولا كانت ودي كلها كانت شائعات يعني. لا عايزين نعرف الحقيقه. احنا المنتج عمل اربع ستايل من الافيش ووراهم لي كلهم، فانا قلت له اوكي كل الناس موجودين يعني. فقال لي بس انا عايز اركز عليك، اعمل لي افيش لوحدي عايز اركز. قلت له لا لو سمحت خلي كل الناس في الفيلم، حتى اللي بيعمل دور مشهد او مشهدين حطه في الفيلم. فالراجل قال لي لا انا ما شفتش حد كده وبتاع، فابتدى يشتغل على هذا الاساس. كريم ابو زيد ونرمين ماهر كانوا محطوطين في المجموعه بس ورا لان العدد كبير قوي، فابدوا استياءهم واعتراضهم من الافيش. فانا قلت لهم انا ماليش دخل، ده في ايد المنتج. تاني حاجه ما تخليش الافيش ياثر عليك، انا طول عمري الافيش ما بياثرش عليا، انا طول عمري اللي يهمني الناس اللي خارجة من الفيلم بتقول ايه، ده اهم من الافيش. حاولت اقنعهم كتير، اثاروا هم زوابع وحاجات في الجرايد، خلى المنتج يعمل لهم افيش تاني بشكل اوضح يعني. بس انما ما كانتش ازمة، لكن كواليس العمل ما كانش فيها اي حاجة اثناء التصوير. لا كواليس العمل كانت رائعة، كانت رائعة. بقولك ناس بتصور على البحر. اصعب المشاهد اللي قابلت حضرتك ايه؟ بصي هو الفيلم ما فيهوش اكشن، بس انا كان مطلوب مني اعمل اكشن. فما كنتش يعني كان في ساعات دوبلير يجيبوه حاجه كده لان انا مش احمد السقا يعني من البدايه كده. أيوة يا جماعه. أيوة. انا مش احمد السقا. تمام. والتعامل كمان بقى مع علي البارودي، التعامل بينكم؟ لا تاني في السينما. تاني صح؟ الفيل في المنديل، وبعدين كان في شائعات طلعت بقى خطوبه عمر.